أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء، وفي إطار رصد ردود الفعل تجاه إعلان أديس أبابا الذي صدر يوم الثلاثاء بعد اجتماعات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية وقوات الدعم السريع بأثيوبيا. وفي هذه السانحة نقدم لكم حديث كل من الأستاذ محمد ناجي رئيس تحرير موقع سودان تريبيون الإخباري، ونور الدائم طه القيادي بحركة تحرير السودان الكتلة الديمقراطية، ومن بعد أيضا بنقدم لكم حديث للسيد أبراهيم المرقني الأمين العام للحزب الاتحاد الديمقراطي، وذلك حول لقائه بقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو. ولكن قبل ذلك أيضا تحدث حول ما إذا كان لقاء البرهان وحميتيه في حال عقده سيقود إلى وقف الحرب في ظل التطورات الأخيرة المتمثلة في اتفاق أديس أبابا وفشل منبر جدة ومحاولة إعادة تحريك منبر الإيجاد. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بحديث الأستاذ محمد ناجي رئيس تحرير موقع سودان تريبيون الإخباري. والله هو أولا طبعا الاتفاق بحد ذاته وإعلان أديس أبابا هو خطوة يعني حميدة وجيدة، لأنها بتصب في إطار إيقاف الحرب وتعزيز دور القوى المدنية، وبالتالي ده الشيء لابد من أنه يجد المباركة من الجميع والدعم. فهذا هو المبدأ، شايف كيف؟ لكن بعد كده في نفس الوقت تجد أنه الاتفاق قد يعني يفتح ثغرة لدعاة الحرب، ويقولون بأنه هذا دليل على وجود حلف أو تحالف ما بين الدعم السريع وقوى الحرية والتغيير، لأنهم هم يرفضون التسميت بتقدم كتحالف بين قوى مدنية وسياسية، أقصد قوة يعني مجتمع مدني وسياسية، وبالتالي يستخدم لتكريس دور الجيش والقوى المؤيدة له في أنه في ضرورة أنه يعني مشاركة الجيش يعني يحصل تطور أو نقلة نوعية حقيقة ممكن نسميها في دور كل من الجيش والدعم السريع، والناس تنسى بالتالي الأصل اللي هو تدعى عليه اللي هو خروج الجيش والدعم السريع من السياسة. فهذا بحد ذاته يعني أمر لابد أن نستنتبه له، ولابد للقوى الموقعة على هذا الاتفاق أنها توضح للرأي العام هذا الأمر، يعني ضرورة تمسكها بخروج الجيش والدعم السريع من العملية السياسية، وأنه هذا الاتفاق هو يرمي لتحقيق هذه القائمة، شايف كيف؟ فدي نقطة أنا أعتقد أنها مهمة، لابد أن الناس في الأيام الجاية تبدأ توضح فيها. الحقيقة في نقطة شوية كده أنا شخصيا زعجتني يعني في هذا الاتفاق، وهو بتتحدث عن تكوين قوات شرطة وإدارات مدنية في مناطق سيطرة الدعم السريع، وكما لو أنه الاتفاق بكرس قيام إدارتين في البلد، يعني شايف كيف؟ فهذا أمر شوية أنا بالنسبة لي مزعج، ولأنه أو برضو أمر يحتاج لتوضيح أكثر، يعني هذه القوى المدنية اللي حتشرف على إدارة هذه المناطق هم من البعينة، هم بتدخل فيها، هل حيتم عن النمط بتاع نيالة، شايف كيف؟ أو مثلا ما حصل في زالينجا أيضا، أو خلاف من المدن في دارفور اللي هو تجد إدارات موالية لقوات الدعم السريع وتعمل تحت إشرافه، شايف؟ فدي نقاط نعتقد أساسية لابد أن الناس تتوقف عليها. وبرضو هذه النقطة ممكن تقود لنقطة تانية، اللي هو طبعا نحن نعلم جميعا بأنه الفريق البرهان عبد الفتاح البرهان هو بيشترط انسحاب قوى الدعم السريع من مناطق السيطرة. أولا الناس تصل لاتفاق الحقيقة، وده الشيء اللي أدى في النهاية لإحباط وفشل المنبر بتاع جدة، أن الناس ما قدرت توفق ما بين الطرفين حول نقطة الانسحاب أو الوجود قوات الدعم السريع أو القوى المسلحة كلها من المدن الحضر يعني المدن الكبيرة.
هذا أمر لا بد أن الناس تجد فيه اتفاقية، يعني تتفق عليهم. وهذا الإجراء اللي هو نشر القوات وتكوين دالات مدنية، هو ده بيسعى لتكريس وجود إدارتين في البلد، وهذا استمرار الحرب بالتالي. أعتقد بأن هذه هي يعني بشكل سريع نقاط الناس المفروض تتوقف عندها، وأطراف الموقع على هذا الاتفاق هي مطالبة بأنها توضحها للجمهور وتمشي لقدام يعني في إطارها. لكن من حيث المبدأ كما بديت، يعني لا بد من إشراك القوى المدنية في الخطوات القادمة في سبيل إنهاء الحرب، وأنه القوة الحاملة والرافعة للسلاح ما تكتفي، يعني ما ترفض إشراك المدنيين، لأنه الهدف في النهاية هو تكوين دولة يعني مدنية ديمقراطية. مستمعينا الكرام، ننتقل من الأستاذ محمد ناجي إلى الأستاذ نور الدائم طه. نور الدائم طه القيادي بحركة تحرير السودان الكتلة الديمقراطية، متحدثا حول إعلان أديس أبابا الذي صدر يوم الثلاثاء بعد اجتماع تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية بقوات الدعم السريع في أديس أبابا. أهلا وسهلا، شكرا أستاذ الرشيد. الاتفاق ده حقيقة هي اتفاق مقيب للأعمال. الشعب السوداني كان طواقة، لأنه القوى المدنية هي في حد ذاتها توحد صفوفها وتلتقي وتجتمع ما بعد، وتستفيد من التناحر والخلافات التي حدثت بدلا من الحرولة والجري وراء المكون العسكري. هذا الاتفاق هو أشبه وأقرب للاتفاق الإداري، وهو خطوة سيكرس الحكم العسكري، والدليل على أن هذا الاتفاق هي مؤشر للحكم العسكري في البلاد. لم يرد فيها كلمة الحكم المدني إلا في إشارة واحدة بمساعدة القوى العسكرية في الانتقال للحكم المدني، ولكن كنا نتوقع أن الطريق للحكم المدني هو طريق واحد، هو أن يكون هنالك توافق بين القوى المدنية، ثم أن يكون هنالك عملية السلام أو وقف الحرب بين القوى المتحاربة. هي عملية بتحصل بالتفاوض بين المتحاربين، وليس بين متحارب وقوى مدنية. فالذين يدعون إلى التحول الديمقراطي ويدعون إلى السلام ويدعون إلى الحوار، كان من باب أولى أن يحدث حوار بين السودان. السودان الآن بيحتاج إلى برنامج أكبر مما يطرحه قحط، بيحتاج إلى توافق وطني، بيحتاج إلى حوار، بيحتاج إلى مصالحة وطنية شاملة، بيحتاج إلى محاسبة، بيحتاج إلى عدالة انتقالية، بيحتاج إلى جبر الضرر. كل السودانيين الآن متضررين من هذا الحرب، وكل السودانيين خاسرون، ولكن واضح جدا أن الحرية التقرير يسعى لأن يعيد العساكر مرة أخرى بالاتفاق بين الحرية والتغيير والدعم السريع، ومن ثم اتفاق بين الحرية والتغيير والجيش، ومن ثم الأودع إلى الشراكة التي أدت إلى ما نحن عليه الآن. فلذلك نحن نرفض جملة وتفصيلا هذا الاتفاق، وهذا الاتفاق لا يؤدي إلى استقرار ولا يؤدي إلى سلام، بل هو مؤشر قطر جدا في عملية بتاع التحول الديمقراطي والانتقال الذي يحدث في السودان. المجتمع الدولي أيضا يجب عليها أن لا يدعم مثل هذه الخطوات، والشعب السوداني الآن كله يحمل السلاح. الحرية والتغيير، المجلس المركزي، هم لا يستفيدون من تجاربهم ولا يقرأوا لواقع السودان الآن. الآن هنالك حراك شعبي من كل أنحاء السودان، وانتفاضة شعبية كبيرة جدا، يحملون السلاح في الجزيرة، في مدني، في غيره، من كل ولايات السودان، في دارفور، في كل ولايات السودان. فإذا لم يدرك السودانيين
خطورة هذا الموقف ويتناسوا عن كل جراحاته ويجلسوا من أجل الوطن ومن أجل الدولة السودانية، فستنهار وستصبح كل السودانيين يحملون السلاح، وسيكون الحوار بين من يحمل السلاح بكل أطراف السودان. فلذلك كان ينبغي للحرية والتغيير أن يكون بمستوى آلام السودان وبمستوى جراحاته وبمستوى الوطن، وأن يلتقوا كل السودانيين في مائدة يجمع كل السودانيين دون عزل لأحد، ومن ثم أن يكون هنالك استقرار وسلام في البلد. وأخيرا مستمعينا الكرام، طرحنا سؤال على السيد إبراهيم المرغني الأمين العام للحزب الاتحاد الديمقراطي حول ما إذا كان لقاء حميتي والبرهان حال انعقاده سيقود إلى وقف الحرب في ظل التطورات الأخيرة المتمثلة في اتفاق أديس أبابا وفشل منبر جدة ومحاولات إعادة تحريك منبر الإيجاد. إعلان أديس أبابا الموقع ما بين تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم والدعم السريع هو أيضا نتيجة لمشاورات واسعة نحن كنا جزء أساسي منها من فترة ما بعد قيام الحرب، وهو عمل كبير مرحب به بشكل أساسي لأنه بيراعي للمصلحة الحقيقية للشعب السوداني وبيمثل الفرصة الكبيرة لوقف هذه الحرب عبر حوار سوداني سوداني، عبر حماية الناس، عبر التحقيق ما فيما تم من انتهاكات وإيصال المساعدات وفتح فرصة أساسية للسلام. ونتمنى إنه القوات المسلحة أيضا تلتزم بنفس هذه الالتزامات، وفي مصلحة الوطن لا يوجد خاسر أو مهزوم ولا يوجد منتصر أبدا. في مصلحة السودان يجب أن يتنازل الجميع وأن يقدموا التنازلات المطلوبة. الانحناء للوطن ليس عيب ولا أن ينظر طرف إلى أنه هو استجاب لضغط أبدا. هذه مصلحة بلادنا نحن كلنا فيها سواسية، ونتمنى أنه يتم التوافق حول إعلان أديس أبابا من طرفي الصراع على القوات المسلحة والدعم السريع، ونحن أيضا ساعين يعني لإقناع الأطراف بالمضي قدما في العملية السياسية. دي جهود مقدرة ونحن ظلينا على تواصل وما زلنا حتى هذه اللحظة في تواصل وتنسيق دائم مع تقدم ومع غيرها من الفاعلين السياسيين الوطنيين. هدفهم الأساسي هو إيقاف هذه الحرب. هذا جهد جماعي يجب أن يدعم ويجب أن يعزز بمزيد من الجهود حتى نصل ببلادنا إلى بر الأمان. هذه البلاد الآن هي في يدنا نحن. العالم سينصرف أو بدأ ينصرف إلى قضاياه الأخرى، والسودان الآن والسودانيين ليس لهم إلا أنفسهم، فعليهم أن يعد درس. هذا الدرس كان درس كبير لكل الناس، وأن يتقدموا خطوة للأمام في اتجاه بعضهم البعض وإنهاء هذه الحرب التي أهلكت الكثير من السودانيين والتي قضت على الأخضر واليابس في بلاد السودان. وأيضا تحدث إلينا السيد إبراهيم المرغني الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي حول ما تطرق له وما دار من نقاش عندما التقى بالقائد العام لقوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو. اللقاء تناول عدد من المواضيع المهمة، لكن أبرزها هي الانتهاكات التي بتمارس على المدنيين في مناطق الصراع وكيفية حمايتهم وكيفية التحقيق فيما تم ومنعها مستقبلا وإيصال المساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين في مناطق سيطرة الدعم السريع. النقطة الثانية المهمة هي أيضا وقف تمدد الحرب نحو الولايات الآمنة، بالذات ولاية السودان الشرقية اللي هي تحولت لملاذ آمن للنازحين واللاجئين اللي كانوا في الخرطوم وبعد كده في الجزيرة وسنار، كلهم توجهوا إلى ولاية الشرق وفتح الفرصة للسلام. الآن في فرصة للسلام يجب استغلالها، يجب العمل عليها، على توسيعتها، على إنجاحها، رغم كل المعوقات اللي بتوضع من دعاة الحرب لتقويض فرص السلام. لكن في تقديرنا إنه الحرب دي الآن وصلت إلى نقطة حرجة، والحرب دي إذا دخلت في عام الثاني حتتحول لحرب طويلة ومنسية يهمل العالم وينصرف إلى قضاياه ومصالحه الأخرى، والسودانيين هم الآن
أحوج ما يكون لإيقاف هذه الحرب. الآن في فرصة كبيرة هي نتيجة لجهود كبيرة من الأطراف المدنية السودانية ومن المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي عبر مبادرة الإيجاد وعبر منبر جدة، وفرصة اللقاء المطروح ما بين قائد الجيش وقائد الدعم السريع. فده كان دي كانت نقطة أساسية نحن تناقشنا حولها، وعلى ضرورة استغلالها بشكل أمثل للوصول إلى سلام عادل وإيقاف الحرب وإنهاء معاناة السودانيين. فهذه هي القضايا الرئيسية اللي ناقشناها في هذا اللقاء. مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة التي قدمنا لكم فيها ردود الفعل تجاه إعلان أديس أبابا الذي صدر يوم الثلاثاء بعد اجتماعات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية بقوات الدعم السريع في أديس أبابا. أنا بشكر كل المتحدثين وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.